السلام عليكم، كيف حالكم؟ معكم اي اف ام. خلينا بمناسبة الاسبوع الوطني نلعب لعبة بشخصية خضراء. عندك Link's Awakening، The Legend of Zelda Link's Awakening دوم نزل رسميا في السعودية، ويعني طبعا لينك ظل اخضر مع الوسيط، شايفين في المقدمة يعني ارفع راسك انت سعودي، يعني معانا لينك لابس اخضر يعني معانا. هذه من المقدمات المشهورة في سلسلة العاب زلدا. طبعا اللي ما يعرف لينكس اويكنينج ما هي لعبة جديدة، هي لعبة ريميك طوروها من لعبة قديمة نزلت على الجيم بوي بنفس الاسم لينكس اويكنينج. هي لعبة الرابعة في سلسلة العاب زلدا، نزلت بعد لينك تو ذا باست على سوبر نينتندو في عام 93 على الجيم بوي، تخيل كده. ومناسبة زي ما قلنا الاسبوع الوطني، خلينا نلعب شيء كده بروح خضراء يعني. وضبطوا ام الانترو صراحة، ميه وبيضة فوق الجبل، منطقي جدا. مين اللي باضة دي ما نعرف. كلاسيك زلدا سونغ، ضبطينا نظيفة ريميك بطريقة حلوة. فزي ما قلت اللعبة ما هي جديدة، ريميك، بس اللي ما لعبها هينبسط مرة عشان اللعبة مختلفة جدا من أي سلسلة ألعاب زلدا. يمكن مع أن هي اللعبة الرابعة في السلسلة بس فيها تكات، وأنت تشوف نحن نلعب مع بعض فيها تكات. أنا اللي حسويه هذا شيء جديد، شيء اسمه هيرو مود. أنا أتذكر كان لما أنا لعبت اللعبة دي كانت سهلة، فحلعبها بالهيرو اللي هو الصعب، هذا النورمال ديفيكولتي، هذا هيرو ديفيكولتي. الفرق انه ما حتاخذ قلوب، والهيلث مره صعب، والانميز زي ما انتم شايفين يضربوك بالضعف. فانا اظني حلعب ده، نجرب نسمي لينك. لو غيرت الاسم لزلدا او ايش ثاني زي القديم بالضبط زي جيم بوي، يعني زلدا المشهور يتغير الموسيقى، بس ما في غيره الحين. فشفتوا كيف المقدمة بدأ بلينك بيسافر عبر البحار وانفجر وضرب لايتنينج و... فقصة اللعبة يعني ما عشان ما نعقدها كثير، قصة اللعبة مو لازم تعرفوا أي من قصص ألعاب زلدا، مرة مستقلة، بس هي تايملاين وايز تكون بعد لينك تو ذا باست على سوبر نينتندو. فانت تعتبر البطل خلاص، يعني انت معروف بطل وانقذت الكينغدوم اوف هايرول، فلينك يبغى يغامر، فراح غامر في البحار و هي جوت شيب ريكت، يعني ضربوا البرق و طاح في ال... او نزل او ضاع في الجزيره الغريبه هذه اسم الجزيرة كوهولينت آيلاند، يعني مين حيقعد يلفظ هذي كوهولينت كوهولينت. اوكي لسه دوم بدأنا وسيف. فحتلاحظوا الريميك ده فيثفل بالضبط زي لعبة الجيم بوي من ناحية اللعب، بس طبعا نظفوا أشياء كثيرة. طبعا الجرافيكس أول شيء، الجرافيكس والموسيقى، وده أول شخصيات تقابلهم في اللعبة زي العادة، مارين وتارين. Hope you're better, I know your name, you think it's weird, huh? I saw it in the back of the shield. I did a shield hug classic, classic. فنظف أشياء كثيرة. ما أعرف كيف أقدر أشرح لكم من فين. خلينا نشرح خبرتي في اللعبة. طبعاً أنا وقت ما اشتريت اللعبة ما كنت يعني كنت حب زلدا بس ما كنت عاشق مجنون. بس تعرفت على اللعبة من السلسلة من السوبر نينتندو، ومن السوبر نينتندو من نينتندو قديم. لعبت زلدا 2 وبعدين رجعت لزلدا 1. وبعدين طبعا لينك تو ذا باست حببني في السلسله بطريقه مره حلوه. وبعد لينك تو ذا باست يعني كنت متحمس على اللعبه الجايه، متى حتنزل، متى حنستنى ننتظر لغايه متى. والله يعني استغربنا انه ما اخذ وقت طويل، اخذ يمكن تقريبا سنه عشان نشوفه على الجيم بوي. بس طبعا وقتها الجيم بوي يعني ما كان يعتبر انك انت ممكن تلعب شيء اكسبيرينس او لعبه رائعه في الجيم بوي، حتكون كلها العاب بسيطه على قد الحال. بس في نفس الوقت لما نزل زلدا اتخضينا، عشان وقتها كان شيء يعني مجنون. تخيل جيم بوي كان اضعف من العائله طبعا،
طيب، ويعتبر زلدا هذا لينكس اويكنينج اللي نزل على جيم بوي احلى من حق العائله واعقد وتعبوا فيها، يعني الخريطه، طريقه اللعب، الاسلحه كلها كانت متحسنه جدا من اللعبه الاصليه اللي نزلت على العائله، مع انه الجهاز اضعف. لو تبي تعرفوا قصه اللعبه، المصممين كيف بداوها، كافتر سكول سيشن، من ناحيه انه هم هذه ما كانت شغلتهم اصلا انه يعملوا لعبه زي كذا، كانوا طفشانين وخلصوا اللعبه وكانوا هم بس بيلعبوا بالجيم بوي بيشوفوا قوه الجيم بوي، فهم اخذوا بعضهم وكل شويه بعد الشغل يقعد يتسلوا على زلدا على الجيم بوي، وكانوا هم يبغوا يعملوا شيء اسمه ايش اسمه ده لينك تو ذا باست ريميك، او يسموه ديميك يعني على الجيم بوي، يعني ياخذوا لينك تو ذا باست السوبر نينتندو وينزلوه على الجيم بوي، بس لقوا نفسهم بيطوروا وبيطوروا وخلوها لعبتها الخاصه، وحتلاقوا اشياء كثيره زي ما قلت لكم، يعني وانت بتلعب اللعبه مختلفه جدا من عاده سلسله العاب زلدا، القصه، طريقه اللعب، وزي ما انتم شايفين هذه شخصيه ماريو تشومب تشومب، وحتلاقوا كثير من الاشياء دي موجوده في اللعبه هذه، شخصيات ماريو موجوده في كل حته. الموسيقى زي ما انتم سامعين لغايه الحين احلى الميوزك اللي تسمعها في سلسله العاب زلدا، بس طبعا هنا مطورينها، يعني ما صارت البي بي بوبس اللي هو الشيب تونز على الجيم بوي، حطوا شوية انسترومنتيشن وتعبوا فيه. فأول شيء تلاحظوه وانت بتلعب، متعودين لما تلعبوا زلدا لما تروحوا من حتة لحتة في الخريطة يكون في زي ترانزيشن بين مربع ومربع، بس الأشياء اللي طوروها في اللعبة هذه انه ما في ده الشيء، كل الأوفرولد وكل العالم مربوطة ببعض. وطبعا الناس اللي بدأوا زلدا من بيرث اوف ذا وايلد حيلاقوا في اختلاف جدا في طريقة اللعب، بس هذا هو طريقة اللعب الأصلية بالزلدة. طبعا ما تتوقع انه يكون شيء يعني ايبك زي Breath of the Wild انك تقعد 150 ساعة تلعب اللعبة. اللعبة يعني قصيرة، وهم المطورين الريميك ما هم ناويين ان هم يطولوا اللعبة بزيادة، خلوها زي ما هي تقريبا 95% 90-95% من اللعبة القديمة زي ما هي في الريميك، بتعديلات بسيطة في طريقة اللعب. الجيم بوي كان ليها زرين، هذا من الشخصيات المشهورة في اللعبة، الأول، وأول ما الأول هتلاقيه نزل في أوكرين أوف تايم، هتلاقيه في سلسلة العاب زلدا جاية، بس هذه أول لعبة لي على ما أعتقد، وحيديك تلميحات في القصة. وتصدق القصة اللعبة دي أحلى من قصة بريث أوف ذا وايلد، يعني بليف إت أور نوت لغاية دحين نفس القصة ما غيروا فيه شيء، واللعب القصة أحلى على نفسي أنا شخصيا. طبعا بس ذا وايلد أعمق في طريقة اللعب، بس اللي يبغى شيء تشارمينج واللي يبغى شيء تزيد تذكريات أيام زمان، حتى اللي ما لعب اللعبة انبسط عليها. يعني أنا أنصح ممتلئين زلدا أو اللي بدأوا من بيرث أوف ذا وايلد ديفنتلي يلعب اللعبة دي. أنا اخترت هيرو مود ليه؟ زي ما قلت عشان اللعبة أتذكر إن كانت سهلة، من زمان ما لعبت اللعبة. يلا خلنا السيف اخيرا. طيب يلا طبعا الموسيقى تغيرت وصار الكلاسيك زلدا سون. رهيب التحكم صراحة، تحس كده من جد كلاسيكي، ماوس 360 درجة، عندك 8 اتجاهات زي القديم. رائع ذكرت ايام زمان. ايش كنت بقول ثاني؟ صراحه انا احب ادخل من حته لحته، بس خلينا نرجع لذكرياتي مع لينكس اويكنينج. زي ما قلت انا انبهرت باللعبه اول ما نزلت، وعشان كان زي ما قلت لك احسن، زي ما قلت لكم احسن من لعبه العائله، مع انه لعبه العائله بقول لك انه يعتبر اقوى. انا في بوم اقدر اعمل اسيف شيء في الخريطه، اشوف في الخريطه اقدر احط ممتاز. شوف هذا شيء جديد ما كان موجود في اللعبه القديمه، اقدر احط ماركر. كيف احط بن؟ احطها ب عندي 30 بن زي بريث اوف ذا وايلد، انا احط هذا كده عشان نتذكر ان في قنبله هنا ما ننسى. هذا الجلد ما نقدر نكتب عليه، لازم ناخذ قنبله ولا شيء.
تلاحظوا كمان الشخصيات غريبة في اللعبة بس memorable يعني. الواحد لو اللعبة قديم يتذكرهم مرة يعني. أشوف هذا واحد تمساح قاعد هنا. ومن السايد كويست اللي في اللعبة اللي أخذتها أوركرين أوف تايم إنك تأخذ شيء وتقعد تبدلها من شخص لشخص. تريد كويست يعني. فهذا يبغى شيء مني. كانت فود شيء ما شفته كده. فلازم أنا أدور له على كانت فود. ولو خلصت الكويست ده تريدين كويست حيديني جائزة ويديني أشياء. والله يود ضرب واحدة. وبعدين دبي الحين استوعب إنه ما أقدر ألاقي قلوب بسهولة. لازم مرة انتبه. أنا ممكن أموت من أول لسه ما بدأنا اللعبة ممكن أموت. أقدر أنام حتى والله ممكن أرجع البيت وأنام. في تكتك في اللعبة هذه. ما نعرف أركز مع اللعبة ولا أقعد أشرح لكم أيام زمان. طيب هذه من أول أسرار اللعبة. الحين خليني أوريكم هنا. ننزل تحت هنا ناخذ our first piece of heart. طبعا تعرفين piece of heart لو جمعته أربعة تاخذوا قلب كامل. فنقدر ندور عليهم. ممتاز. أوه أوكي دايما ليني. ممتاز. طيب شيء حلو ده. ها كده وضعنا يزبط. اوكي خلينا نشوف ايش في هنا. اظن هنا في مكتبه. ايوه the properties of warp points. ما بقرا الاشياء دي بعدين كله حتعرفني على اللعبه. بس انا متذكر اللعبه شويه يعني في شويه ذكريات. فخلينا نعمل ايه نرجع لذكريات اللعبه. طيب ايش كنت بقول ايش كنت بقول ايه بقول لك وقت ما لعبت اللعبه يعني زي ما قلت يعني كنت مره مبهر. بس في المدى البعيد مقارنه بسلسله العاب زلدا بشكل عام لينكس اويكنينج في ناس يحبوها لغايه الحين. انا عن نفسي يعني لما لعبت الالعاب الجايه ولا الالعاب الجديده هذه يعني ما تعتبر من افضل العابي. ممكن تعتبر تحت شويه. ما هو بقول لك ما هي لعبه سيئه بس في المدى البعيد كان لعبه زلدا سهله. فللمبتدئين زلدا شيء مره حلو يلعبوه. بس هم طبعا قرروا ان يعملوا ريميك للعبه هذه بالاخص عشان محبوبه ضمن عشاق زلدا ومره مناسب للمبتدئين صراحه. يعني اللي لقى بريث اوف ذا وايلد صعب بالنسبه له يبدا بدايه بالراحه يعني وما يختار هيرو مود زي يا هو ام فايندينج يو هذا جراني. حتى خلوا يمكن التكست والكلام نفسه ما غير طبر فيه كثير. Seems the old man is a shy guy person. اه هذا اللي بيرد على التليفون. اوكي طيب فهمنا قصته. طبعا لما ترد لما تشتغل ترد تكلم على التليفون يديك تيبس على اللعبه. هذا ايش في هنا؟ لعبه كرين. طيب خلينا نغامر شويه. اوكي عندي فلوس. هذه زي القديم بس مزودين اسلحه ومزودين اشياء. خلينا نركز عليه. خلينا نلعب ناخذ اليوشي دول. بلاي. اوكي اكس و اي. طيب كده اوبس انا غبي توقعت اني انا امسك الزر فيل. نرجع له تاني لما نكون مجمعين فلوس. To be continued. ما عندي فلوس. طيب في كيس الهارت وفي اشياء ممتازة هنا. طيب نرجع لك نرجع لك. والله في اشياء. ليش اعتبر اللعبة بالنسبة لي ما هي من افضل العاب زلدا؟ عشان سهولة اللعبة يعني في المدى البعيد. وقتها كان صعب وحلو بس لما ترجع تلعب اللعبة تاني في الفترة هذه. اوه سي شيل هذه من الاشياء اللي تجمعها في اللعبة. اظن في ما اعرف كم واحد اظن تقوي سيف وتقوي الارمر وجمعت كثير منها. ماري طلعت شوف اخذت السيف وهذه طلعت برا. هذه من اشهر شخصيات اللعبة وطبعا هي تغني شيء اسمه بالاد اوف ذا وين فيش من الاغاني المشهورة في سلسلة العاب زلدا. اوكي ابوها راح
ها هتغنيها. طبعا هذه كانت في الجيم بوي تشيب تون، عارف؟ فطبعا هنا حطوا صوت حقيقي. من الاغاني الحلوه صراحه. شوف حافظها. والله اني فاضي. والله كملت حلو. يعني شوف زمان هذا المربع ده كان يعتبر شاشه، فلو طلعت من المربع ودخلت ثاني حيكون شيء حيتعاد ولازم تكلمها ثاني. بس هنا شوف كيف مكمل. يعني ال world over world كله interconnected، مربوط ببعض. ممتاز والله شيء حلو. أظن هنا الرجال تشتري منه أشياء، بس في واحدة من الأشياء الغالية الشفل 999. أوه 200، خلوه 200 والله رخصوه، والله شيء ممتاز. في piece of heart كمان، هذا جديد. انت ممكن تسرق منه بس انا ما حسوي كده. القديم كان زي كده، ممكن تاخذ الـ هذا وتقعد تلفلف حوالينه بعدين تطلع فجاه وتسرق منه، ولو سرقت منه ما يمديك تدخل المحل ثاني عشان لو دخلت يقتلك، وطول اللعبه يسموك انت ثيف، سراق، سارق. فانت حتى ما حيكون اسمك لينك، حيكون اسمك سارق. فما ابغى اسوي كده صراحه، حابب العب اللعبه بامان. وبادخل المحل ثاني صراحه عشان في اشياء ما يعني زي القلب وشيء ما ابغى اضيعها صراحه. طيب نجمع ونرجع له بعدين. هذا انا مبسوط ان هم قرروا يعني يطوروا اللعبه، بس انا من الاشياء اللي زعلتني شويه انه اللي لعب اللعبه ما في شيء جديد لي، ما في اشياء كثيره جديده لي. الدنجنز، طريقه اللعب، مو اسلوب اللعب، نقول الدنجنز وتصميم الزنزانات، تصميم حتى الاوفر وورلد ما زود اشياء كثيره. تقريبا زي ما قلت لكم 90 ل 95% اللعبه فيثفل، يعني ما غيروا فيه. انا حب لما يعدلوا في ريميك، يعني يحط يغيروا في طريقه اللعب، يعملوا شيء جديد. بس هنا لا، حطوا اشياء بس انه تطور او تطور اللعبه لعام 2019، زي التحكم، الشيلد. يعني بقول لك زي ما قلنا، بقول الجيم بوي جيم الاوريجينال عندك زرين بس، فلازم تختار بين سلاحين فقط، فما يمديك تستخدم مثلا عندك بومرينج وعندك قول عندك اربع اسلحه، بومرينج سورد وشيلد واللي هو البريسلت اللي يشيل الاشياء الثقيله. طيب القديم لازم تختار سلاحين بس من كل الاشياء هذه، فتقعد لازم تبدل السيف وتطلع السيف وتدخل السيف وتشيل الشيلد وتحط الشيلد عشان تشيل مثلا هذا او تحط بومرينج. الحين لا خلاص، السورد والشيلد ثابتين على ازرار معينه اللي هو الار والبي، وحتلاقي بعدين اللي يشيل برضه البريسلت حيكون ثابت في زر كمان. فثبتوا الاسلحه دي، الباقي ممكن تغير فيه. فهذه من الاشياء اللي ظبطوها في اللعبه. ايش هنا فيه؟ مع طفل. يوب ذوز ماي بويز، ام بابل، بليز تو ميت شا، ايل بي لوست ان ذا هيلز ليتر، سو كيب لوك من هير. طيب عنده اربع اطفال ده. Even I get confused sometimes. The foil boy maybe wants a Yoshi doll. Aha. هنا يبدأ الكويست. فأنا أجمع 10 روبيز وأروح أحاول أخذ يوشي دول. إيش هنا فيه؟ Is this a stand for something? It says boo. عجيب. Interesting. هذول عندهم أربع أطفال ويبغوا يوشي دول. خلاص عرفنا فين ندي اليوشي دول، نبدأ الكويست هذا. بس أقدر، عندي فلوس. عندي 13. خليني أجرب الثاني حظنا. انا ممتاز، انا مبسوط ان هم رخصوا الشفل. الشفل كان 999، عشان كذا الواحد ممكن يعني يندمج ويصرفه في اللعبه القديمه. اوكي خليني ندخل نجرب ثاني الحين، نجرب حظنا. يا سلام، ان شاء الله اذا ظبط هذه المره. طبعا الكرين جيم شويه التحكم رياليستيك اكثر شويه في الريميك الجزء المطور. القديم كان اسهل عشان تاخذ شيء. طيب خلينا دحين نضبطها ان شاء الله كده تزبط. وات والله هذا صعب، هو مو سهل، لازم اكون بالضبط عليه. القديم كان يمشي شويه. خلاص نرجع له بعدين لما نجمع، ما حقدر احوش له صراحه. خلينا نكمل في الكوست اللعبه. اوكي
تكلمنا على بداية اللعبة صح، كيف طوروا اللعبة وكيف عملوا اللعبة. فأيوه كنا بنقول إنه هم هذه ما كانت شغلتهم، إنه هم هذه شيء جانبي كانوا بيسووه المطورين عشان يتسلوا وينبسطوا، عشان كده في شخصيات ماريو كثير في اللعبة. فلما اكتشفوا اللي هم مصممين الكبار زي مياموتو إنه هم بيشتغلوا على اللعبة دي، انبسطوا بالشغل اللي كان موجود وقرروا إنه يخلوها لعبة حقيقية، يعني أدوها للإكزيكتيفز وعملوا له جرين لايت ومشيت اللعبة. وهذه سنة بعد Into the Past. Mysterious Forest, Uncharted, I'm afraid you may find it trifle difficult to leave the island while the windfish snaps. فهنا شوف قصة، يديك شوية قصة إنه ما يمديك تطلع من الجزيرة غير لما تصحي شيء اسمه The Windfish، اللي هو مفروض عايش في البيضة اللي فوق التل الجبل. ما هو منطقي مين البيضة، البيضة دي ما تعرف، وكيف في شيء اسمه Windfish عايش جوه البيضة، والWindfish كمان عبارة عن حوت يعني، فاهم؟ الحين مع الهيرو مود لازم انتبه واستخدم الشير بطريقة. طبعا الانميز اجريسيف شويه في اللعبه، ما هو زي قديم، قديم كان تحسهم بسيطين شويه، البرمجه حقتهم بسيطه. نروح هنا اول، صوت خنازير والله، البطانين الذكريات. أحس أحداث الشغل هنا، ما أعرف أطيح، مديني مكان سري. فالشيء الميزة إنه هو العالم كله مربوط ببعض، يمديك تشوف الشاشة اللي بعده، شوف على يمينك. القديم ما كان يبان الأشياء دي التفاصيل، فممكن تعرف يجيك تلميحة أوكي لو رحت هناك حيبان معايا شيء وحشوف. آه فيري ممتاز، هذول حيساعدوني مرة. الحين بعدين ما دام انا اخترت هيرو مود وكل البطلين دايدين ضعف الدامج وما اقدر املي قلوبي وما اقدر الاقي قلوب، ليش كذا؟ ليش اللي اتصل كذا فجأة؟ والله ما تسألني، انا بس بقصقص عشان اجمع روبي الصراحة عشان العب اللعبة مرة ثانية. كويس بدأنا نحوش، ما ادري اوكي هذا ما يبدي يروح هنا لسه. وبعدين تلاحظوا في حفر كثيره، هتلاقوا بعدين من الاشياء اللي ميزات اللعبه اللي ما تواجدت في اي لعبه 2 دي زلدا، وتحس يعني يا ريت يقدر يرجع الشيء ده مره ثانيه. في طريقه انك تطلع فوق الحفر هذه، بس لازم اظن اعدي اول دنجن. طيب انا بفكر اطلع دي المخلوق الغريب اللي فوق ده. اوف هذول رجعوا تاني. ها اوكي هلو، as a raccoon my nose is very sensitive to dust and powder. خلاص بدي تلميحات. you're going to be lost thanks to me. والله غلس ده. طيب والله ده بيغلس. طيب خلاص يعني كده نحن ما يمدينا نعدي. هذه مشاكل غريبة برضه في اللعبة، لو اخذت الشيء يحميك، شوف كده يقصقص الدمج حقه. هذا برضه هدف مرة حيفيدنا في الهيرو مود صراحة. ليش كل شوي اليد بتفصل؟ غريبة، شيء غريب. اوف والله اخذت اثنين ورا بعض، هذا الحين يضعف قوتي كمان. ما اعرف الاثنين هم هل ينطبقوا على بعض، القديم كان واحد يضغط الثاني. اوف 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 اي خلاص يضغط الثاني صح. هنا هذا اول دنجن هنا، لازم انتبه من السميع ده، لازم ارجع للفاري عشان ما اموت. موت من ضربة واحدة، أول كان عدة ضربات.
ضرب واحدة خلاص روح فيها. بس القوة ما تقعد لفترة طويلة. نشوف كم ثاني، يمكن قد الدقيقة تقريبا. بروح اشوف المدخل هناك في شيء فاتني. في شيء هنا فينو؟ مو هنا. اه هناك يمين يسار معلش. اوكي هنا. ايش يقول؟ Beware the floors of Kaido, don't get too comfortable on them. حاضر. في شيء غلط في ال كل شوي اليد بتفصل. ايه في شيء غلط يا جماعة. خليني اشوف ايش الوضع. الحين اجرب. ما اعرف ليش اليد بتفصل كل دقيقة. هذا اتصل. انا شكلي حموت. دائما الموضوع كذا. ممتاز. يا سلام. هذا اللي احتاجه انا. فلوس. بسرعة 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 بسرعة. لازم انتبه. ضرب واحدة اموت. في طريقة. اوكي اظن لازم اطلع بعدين ادخل ثاني. انا ما اعتقد يعني. الحين خلينا نجرب الشيء ذا. عشان اقدر اخذ الاشياء هذي. نشوف ايش كيف اخذها. ما عندي البتاع. طيب لازم عندي الباور بريسز عشان اخذه. تو باد. مشروم مرقومة. هل ممكن اديها للسكويرل دحين؟ عشان تعرف المشروم زي القديم بالضبط اللي نيك تو ذا باست. لازم تديها للويتش عشان الويتش تحولها لماجيك باودر بودرة. ما نقدر نعدي من هنا لسه. لما تحولها للبودرة والسكويرل شوف ايش قال المخلوق الغريب. حساس عنده حساسيات. فلو رشيت عليه بودرة هيخليني اعدي المفروض. ما اعرف ما اظن اني اعدي غير بالبريسلت اظن يعني. كويس ان هم خايفين مني. اخذتها. عندي قوة. ما تقول روح قوة لما اطلع من هنا. لسه قاعد معي. ممتاز. رحت الفيري بسرعة. والله الفيري استخدام زايد عليه. في ديماند. وين راح؟ عادي. لو سمحتي انقذيني. انقذيني. هيل ماي ووندز بليز. شكل الفيري في اللعبة بريئة. اللي حقون أوركرينا وبعد الفيري مرة شكله مخوف صراحة. حتى في Breath of the Wild مستفزين. أبغى أشوف لو طحت من هنا شخص. أوكي ولا شيء. شكله أحس في هناك سر. بس يمكن يحتاج الجرافة ولا شيء عشان أقدر أحفر السر. نوب. لازم ناخذ أسلحة عشان نقدر نعدل الأشياء دي. هتلاحظوا شيء ثاني إنه اللعبة ما هي زي Link to the Past من ناحية إنه Link to the Past يمديك تاخذ زنزانات out of order بعدين في Dark World. يعني ممكن تروح مثلا المرحلة الأولى بعدين تنط على المرحلة الرابعة لو أنت يعني عندك ذكاء شوية في اللعب. بس اللعبة دي لا، لازم تمشي بالترتيب اللي هم يبغوا تمشي عليه. أوكي هذه الويتش.
اكثر. كيف 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 اوديها على طول الضغط بدون ما. طيب ممتاز. طيب ممتاز كده حتديني البودرة وروح ارش على المخلوق العجيب ده. ممتاز ممتاز. Why not fight it with my hat? Okay. طيب ممتاز. I got some magic powder. Open the sub-screen. طيب. Okay. كده equip. Use it on your enemies and see what happens. Come out, go to the forest, pick some toasters. I'll make you more. Okay. Come back without the toasters and you might have to pay a price for my leftovers. طيب. Yeah. ادفع لها. لازم انتبه. هم طبعا باقي لي 18 فما اقدر ارشرش كثير على ولا شيء. اظن انا اقدر ارش على ابو كهربا ده. لو رشيت عليه اقدر اقتله. لازم انتبه ما استخدم كثير. يا سلام صدحين قوي. ضرب واحده كل يوم. اوكي صار الحين ديفنس لاحظ. أظن هناك. شوف هذا كمان نقاط الضعف إنه هو يضربني عشان يستاجرز عشان أموته على طول. فين وين؟ فوق؟ يعني هنا. تعال تعال تعال. خذ عشان نديك الحساسية. كل دام الحساسية يقعد ينطنط زي كذا زي المجنون. هذا اللي ناقص. كان هذا نسيت والله. تحول للراكون شكله أكل شيء. أيوه أكل مشرومة وتحول. أي شوف زي ما قلت. أوكي. I'm talking to other. I think I'd better set the spell before that. يعني حينام هنا. حينام في الغابة شوي. طيب نام يا عمي. نام يا دوب. ايش في هنا؟ المفتاح. You can open the tail cave gate. ما جاء صاحبنا. Hello owl. Boom. Take the key and go to the tail cave. Retrieve the instrument that is hidden there. Go now. The windfish is waiting. Alright. حاضر. هنوصل من هنا. ايش في هنا؟ جونجزل ميستيريوس فورت جونبونجا جونبونجا. هذا ياكلك واظن ياخذ الشيت حقك كمان. هذا السواق المفروض التير كيف هنا في حته صح؟ كيف تكسب باواو. باواو اللي هو التشين شوب اللي شفته. ما يمديني اعدي من هنا. شوف التشين شوب لو كان موجود معايا اقدر اعدي من هنا وياكل الاشياء دي. اتذكر كانت في اللعبه القديمه كانت هنا. راح يكون نفس الشيء على الغالب. طيب الحين فين اروح للتيل كيف؟ اظن من البحر. اظن عشان ما في اي طريق ثاني. خلاص والله شويه ناسي اللعبه شويه. اظن لازم ارجع البحر خلاص. اي لازم انتبه. تعال يا فاري انقذيني. انقذيني هموت ثاني. شكرا. شكلها عادي عليها كثير هذه لغايه ما اخذ الباتلز عشان الباتلز احط فيها الفاريز والفاريز كل شويه. هذا الطريق الوحيد اللي اقدر اعمل بيه هيل. مبسوط اني صعبت اللعبه على نفسي عشان اللعبه حتطول معي اكثر. عشان زي ما قلت لكم اللعبه قصيره ما هي طويله. يعني بالنسبه للعبه زلدا مقارنه بالالعاب زلدا الان بالاخص اللعبه لينك بتوين وورلدز اللعبه ما هي طويله. انا اتذكر هنا في اشياء. بقول لك ما بحط اي شيء. ابد احط كل حته حتعب. طيب نروح من البحر. ممكن نجرب اول. نجرب. كم عندي فلوس؟ هل وصلت ل 200؟
كم؟ فين؟ 106. يعني لو جمعت 100 تانية اخذ الشبل. بس خلينا نحاول ناخذ اليوشي دول عشان نبدا الكوست. يعني هنا عندي 10 محاولات، ممتاز. وعندي في اشياء حلوه كمان. يلا يلا نجرب تاني. ما حتظبط والله، ترى اللعبة مو سهلة، لازم اكون بريسايس. جرب تاني. ايش ورانا؟ يس. اها المفروض تظبط. خلاص ايش هو؟ ان شاء الله ما يغلط زي الالعاب الحقيقية، الكرينز الحقيقية كانت غلسة. كنت تقعد تجرب. مرة رحت اليابان قعدت اجرب، والله زي القديم، زي الحقيقي، مرة غلس. ايش الهبل ده؟ المفروض مسكته 100%. تعال هنا يا يوشي. بلا هبل، لسه كنت بقول ما يكون غلس غير زي الالعاب الحقيقية، والحقيقي فعلا كده غلس، يعني جفص عبال ما تاخذ شيء. يعني يمكن جرب اقول لك في اليابان انا وصاحبي 500,000 مرة لغاية ما ناخذ شيء. طيب خلينا ما دام نحن هنا خلينا نكمل. ناخذ فلوس ولا ناخذ بيس اوف ارت؟ يا سلام، المفروض حلوة دي، المفروض ممتازة. يا سلام، يلا. ايوه يا سلام يلا يا سلام على الفن. الله، يلا جرب تاني. القديم اتذكر كان مره بمره ما يمديك تقعد تجمع، فسهلوها شويه. يعني ناخذ فلوس. مو مره بس برضو جرب تكسب. بليز اي ونت ذا ماني، جيف مي ذا ماني. يا سلام على الفن. انا باخذ البودر كمان ما دام احنا هنا. يلا نكمل. ايش حصل لو اخذت الشيلد؟ بسرعه. لا هذه صعبه، اللي فوق صعبه. ما اظن كان كذا، ما كانوا موجودين في القديم. يمكن لو دفيته برا. ايوه كده ممتاز، كده اقدر اخذ الشيء ده اللي في النص بسهوله. مفروض نجرب. عجبني الريليستيك فيزيكس، يعني ما كانت كذا قديم. فانك دفيت الشيء برا فما صار يتحرك، ف فيري نايس. خلاص ما دام نحن هنا خلينا ناخذ اخر سلاح. ايش يحصل لو اخذنا الشيء مرتين؟ نحطه هنا قبل ما انزل، نكون جاه هنا بعدين امسكه. يا سلام على الفن. لا يلف الشيلد. يس ممتاز، طلعت الشيلد برا. حظي حلو. طيب الحين حجرب اخذه. ايوه دف. لا داخل جا ثاني. لا يس. المفروض الحين صعب امسك الشيء ده، صح؟ It's difficult. اي لازم. طيب ما دام عندي باقي لي 10 حجرب اخر محاولة. ادكتنج يعني. جرب ثاني. خلاص اخر مرة اصلا. حطينا كل فلوسنا على اللعبة الغبية دي. بسرعة 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 بسرعة. اظن لو طلعت ودخلت ثاني مفروض تيجي أسلحة جديدة. خلاص ما بجرب تاني، ما عندي فلوس، فلست أمي. أوكي كل فلوسي أدخل 50. My wallet is bursting.
يا سلام. باقي لي اثنين. باقي لي اثنين. اوكي الحين نبدا السايد كوست حق يوشي دون. اوكي. بودرة زيادة. 10 فعندي 26. اوه 20 الماكسيمم. يا فرحتنا. نجرب؟ حجرب مرة واحدة بس. لو ما زبط حدخل واطلع اشوف ايش الاسلحة الجديدة اللي حطوها. لازم نظبط كده. بسرعة بسرعة. يا سلام. يا سلام على التوقيت والفن. الله الله يا فهم. ايش اخذ الحين؟ عندي شيلدين يديني فلوس بداله؟ مفروض. We're closing off today, come again anytime. خذ شيلد ثاني. اوكي بعدين ايش هستفيد؟ عندي شيلدين. ما عندهم شيء فلسوا. بدخل اشوف ايش بيحصل. You want the Yoshi doll? We've been trying to do that forever. Our mom is really desperate to have one. اصلا بدوني تلميحات على. طيب عندي شيلدين كيف ايش حصل بالضبط؟ ما استفدنا ولا شيء. اخذناه بس كذا على الفاضي. اوه في اشياء. شوف شوف اشياء جديدة. يامي يامي. الفيديو كله حيكون على الكرين جيم ده. طيب يلا يلا. جرب تكسب يا عمي. ابى اخذ الشل. الشل مهم جدا. اظن صرت خبير خلاص في اللي. في اللعبة الكرين هذي. الشل مهم وال لا شوف الغلاسة. جرب تاني. لو بدأت افلس حاخد الفلوس. كده المفروض تظبط خلاص يعني. بالضبط في النص يعني مو معقول. حطيه حطيه. لا 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 يا غلاستك. اف من جد شيء غلس. لعبه غلسه. جرب اخذ الفلوس. ما بتفلس. ما حتظبط. واسف. او ممكن تظبط. بس انيد زماني. قومي زماني. يا الله ايش اسوي؟ الفلوس ولا الشل؟ very risky. حاخذ الشل. اضمن لي اضمن لي. بعدين ارجع اخذ الشيء الثاني. ممكن اطيح؟ ممكن؟ لا ده هبل ده. ده اسمه عبط. خلاص ما ابغى ما عندي فلوس. بدي اجرب سنه قاعد حيفلس امي ده. هو قد فلسني اصلا. طيب خليني اروح لو كلمته تاني ده. لازم اطلع فوق عند الام وبعدين حيديني شيء. طبعا لو ضربت الدجاج زي القديم الكلاسيكي الدجاج يبدا يلحقك وتموت. اوكي يلا خذي تفضلي. Yes, I will give it to you. تفضلي. فشفتوا يوشي كمان يعني ها شخصية ماريو. يوشي the ribbon. مين يبغى ribbon؟ يمكن أتذكر. والله ما أتذكر مرة. نجرب. عند الباوا وهذه. فين؟ أيوه هنا. يمكن. يمكن يمكن مو اكيد. جوز دريسس اي ونت ات اول او ذات ريبن. انا فنان لاني ما لعبت اللعبه صار لي فتره طويله. اوكي حيديني دوغ فود وبعدين الدوغ فود انزل لتحت التمساح اللي شفتوه تحت اديله هو يديني شيء. كده ظبطنا الوضع. كده مبدئيا ظبطنا الوضع ونظفنا الوضع.
ربطه نقصت الجيم كامل. ما أكون تطور. سلام. من راح في مساحة نسيت. لازم أبعد أكمل كده فيه. ما استعجل. هذا التيل كيف؟ أوكي، هذا الدنجن الأول هنا. خلاص فهمنا فين. زي ما قلت على البحر. خلاص. طيب نرجع بعدين لي. أول شيء ببدل للتمساح. بعدين أروح للدنجن الأول. هتشوفوا هتاخدوا نبذة على الزنزانات في اللعبة. أغلب الزنزانات سهلة ترى. غير يمكن آخر كم زنزانة أتذكر كان في شوية تفكير. يعني اللي هو الكلاسيكي، الزلدة الكلاسيكي بالتفكير. بس اول يمكن 3-4 زنزانات مره للمبتدئين، عارف يعني ممكن موز كثير هنا، بس ممكن يديني موز الحين ده عشان ما دام في موز في كل حته. تفضل، كانت فود فور يو. طيب تفضل، مستعجل، هات الموز. طبعا هذه كلها انا من الشنات دي جديده، ما كانت موجوده في اللعبه القديمه. مبسوط. طيب تمساح. لا بس طقيت لوفي كمان. هات الموز. هات الموز اكيد حديد للقرود. لو شفت قرد حديله. يمكن القرد اللي بيرميني قنابل. اني احاول اكلمه. يمكن. ممكن. تبي موز؟ نو؟ نو. هذا محل كلاسيكي، المفروض مارين ولينك يقعدوا هنا ويتكلموا بعض في نص اللعبة، في آخر اللعبة شيء زي كذا، قصة حب بينهم يعني، فيلم هندي بوليوود. اوكي لسه بدري انا ديني قلت، فأظن نفسي في الجزمة عشان أقعد أمشي بسرعة صراحة أو أجري، مشي شوي بطيء. انا ما مت لغايه الحين في المنطقه. كويس، اقدر ارفع شيلد واضرب. ممتاز والله، هذا شيء حلو. اقرب منه، مو لازم اشيل الزر، يعني اقعد ماسك ار بعدين اقرب منه واضرب وانا ماسك الار. حلو الفكره، تكتيك حلو ده. كده سهل عمليه اني ما اموت من دور الصراصير. دي ديفنس هذا حاحتاجه كثير. فضي فضي خلينا على الديفنس احسن. الحين احط المفتاح هنا يفتح لي الزنزانة الأولى اللي هو التيل كيف. يس يس يس. ادخل الكيف وعندي قوة، ممتاز. طيب لسه عندي قوة. هذا لازم انزلهم بالشيلد. انا اجيب المفتاح. كلاسيك زلدا. يس يس يس، عارفين الحركات هذه. هذه حركات قديمة ما تشتغل علينا الخبرة، اصحاب الخبرة. ايش فيها جوا؟ اوف والله نسيت هذا. كومبس. اوكي. The compass has a new feature. A tone will tell you if the key is nearby. هذا جديد. يعني لما يكون في مفتاح حيديني تلميحة. طيب كويس. هذا شيء حلو ممتاز. لازم افتح الخريطة. يا ريت يحطوا خريطة صغيرة في الجنب ولا شيء عشان اعرف فين رايح، مو لازم كل شوي افتح الخريطة. معناها في مفتاح. في قديم ذا الشيء كمان. ما اقول ما كان قديم. اوكي. حركات قديمة كلها هذه. زي ما قلت لكم يعني اللي خبرة في زلدة ما حيلاقي الزنزانات صعبة ابدا، يمكن غير بقول لك اخر كم زنزانة بس. روح يمين ويسار. نغامر. Thank you.
كل حته. هذا المفتاح او الخريطه يمكن. Give me the map. عارف كيف؟ خلاص مو لازم يعني بدون ما انا اعرف ان في خريطه. عارف الفن؟ هنا ولا لسه؟ اوف اوكي ما اقدر ارجع؟ اوه وات ا تويست. ايوه ممتاز احتاج هالشيء. ما عندي مفتاحين. اي في مفتاح هنا كمان. لازم انتبه. ثلاثة مفاتيح. حوش حوش. في قنبلة هنا ممكن افجر. ما في شيء هنا؟ اوكي يعني كان تراب ده اول ما كان كان على الفاضي. توقعت صراحة انه يجي لي تشست ثاني. اكيد فلوس. يعني مو لازم خلاص كده خلاص حافظ حافظ حتى من نظام اللعب وانا حافظ. هي كده فن خلاص انت سعودي. ولا حركات دي ما عارفين الحركات دي. عارفين الحركات دي ما تشتغل علينا هذه. اوكي لازم انتبه هنا. ضربة واحدة يكتبني. ايش فاز لو قتلته هذا؟ ما يمديني اقتله كده عبر ال اوف ليش ما بيتضرب ده؟ موت يا ابني. اوكي شكرا شكرا والله هذا بهدلني. ايش فيه؟ The beakless statue is saying something you can't make it out. طب how do I make it out؟ أو رميت عليه بتاع nothing. اوكي انا عرفت ايش اسوي. انا حركات قديمة دي حركات قديمة. اوكي هذا لازم اعمل كده اقتله. هذي مع السلامة يطلع سلم. شايف يعني فن هنا فن. ليش ما اقدر اكلمهم دول غريب. اظن هنا حتلاقي شوف كيف ها هنا بدانا اشياء ماريو زلدة بعدين عارف واشياء ماريو بدات تظهر. حلو الاغنيه صراحه دي زي القديمه حتى نفس نفس طريقه الموسيقى طن طن طن. بس حطوا شويه ايكو. اظن السلاح اللي في المرحله ايش يسموها الروكس فيذر اللي هو تنط. نوب كويس يا سلام هذا مرة احتاجه فوق ازمة ده دحين. يعني دحين هذه هي الفكرة من تكات اللعبة انه انت تنط فوق اشياء. عادة الالعاب الزلدة اللي هي بذات بعدين اللي هو من فوق ده ما كان ما في طريق ما في نط اصلا فيه. فهذه اول لعبة واخر لعبة زلدة لانك يعني تنط. نفسي ارجع الفيتشر ده مره ثانيه يكون شيء حلو صراحه. كده يمديني اخذ اسرار كثيره. لو كلمته برضه ما في شيء يعني ماني عارف ليش. طيب نقدر ننط الشيء ده. يا سلام لازم انتبه ضربه واحده واروح فيها. شيء مفتاح فوق. طيب مت ما حسيت نفسي مت. اقدر ادق الشيء ما يمديني اقدر ادق هنا. نوب خليني اروح اول هنا. اروح هنا اول. عندي مفتاح عندي مفتاحين فهذا مفتاح. صح صح اوكي هذا لازم نخليهم زي بعض اظن. ما
مفتاح ثاني ولا ايش حيدي؟ وذس ستون بيك. هذا جديد، هذا ما اتذكر كان موجود في جرين ذا الشيء. Turn aside the spined ones with a shield. هذه تفتح لك التلميحات. هذه جديدة ما كانت موجودة في قديم. ما أتذكر كان في شيء زي كذا، ممكن تتكلموا على طول. طيب ما احتاج هالشيء عشان تقريبا لازم ترك حافظ اللعبة يعني. تمام بليز دونت كيل مي بليز لو سمحت. اوبس ضغطت زر غلط. أول موتة. والله متنا في أول زنزانة. ريتراي طبعا. حيبدأني من فين ده دحين؟ اوكي كويس عندي كل الأشياء حقتي. يعني ما أبدأ من أول، ما ضاع الشغل. كنت بعدي يا أخي أخلص اللعبة بدون أي موتة. أظن الجريم لو خلصت اللعبة بدون أي موتة يكون في مو جائزة بس يديك زي نهاية. نهاية معينة تو أندي. جمب. هذا الميد بوس. هذه برضه من ميزات اللعبة تزداد دي في كل زنزانة في ميد بوس. ريزني ما في اختلافات كثيرة، مو مرة صعب لو عارف شو تسوي. اوكي هذا يرجعك لبداية المرحلة ما احتاج. كبير. ايه لايك الجرافيكس حلوه صراحه انه عندنا بالطريقه دي. ايش اسوي؟ ذاتس ويرد. ماذا افعل؟ ممكن اطيح هنا ولا ايش؟ ما فهمت. خلينا نشوف شيء طبعا. It's locked. You can open the door with a nightmare key. لازم ارجع. عرفت. اوكي انا عرفت ايش ناقصني بدون ما اطوف الخريطه. لازم ارجع ثاني. كمان نطيت. والله ناقص كثير. هذا ما في طريقه اعمل بيها لنفسي، لازم مره انتبه. هنا تلاقي النايت مير كي. ارجع لك بعدين يعني. ناخذ النايت مير كي وارجع لك. يب. There we go. Big key سموه. فكذا اروح للوحش. هذه طبعا يعني استراكشر وطريقة تصميم المرحلة الزنزانات الكلاسيكية في زلدا. تلاقي السلاح، تستخدم السلاح عشان تعدي المرحلة شوية، تقتل الميد بوس بالسلاح اللي تلاقيه في الزنزانة، وبعدين تدور على اللي هو النايت مير كي البيك كي، عشان البيك كي حيفتح لك طريق للوحش النهائي للزنزانة. فأغلب الزنزانات في اللعبة هذه بنفس ستراكشر، غير أتذكر كم واحدة يمكن بقول لك زي بقول لكم زي آخر ثلاثة زنزانات. كان في صعوبة، أتذكر والله وأنا صغير كنت اتعزق ما اعرف كيف اعدي. لازم انتبه. خلني اوف كويس ما ضربني خندتني. طيب تعال اوف اوف تعال بز 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 اوت زايدر. هذا لا كان يتكلموا برضه في الجيم. هذا اللي هو الدودة. ايوه الدودة زي القديم زي ما شايفين اللي انت دفعت نفس الفكرة. تضرب الدالي اساسا. انتبه انه ما يضربني. اوف الله الله هذه من ضربة واحدة قتلني والله. اوكي الحين قاعد اقول يا ريت اني ما اخترت هيرو مود. بس في ميزة انه
تسهل لك عملية انك انت تنتقل من المرحلة من حتة لحتة في الزنزانة. مرة تعيد من الأول. Which is good for me. طيب ايش الطيحة دي؟ ما فهمت لغاية الحين. اه عرفت، لو طحت في هنا، لو طحت هنا حطيح هناك. طيب ولازم ارجع احاول اقتله. خلاص شوية. اوكي ما يمديني اضربه غير لما تفتح. اوكي. صح صح صح. اكيد مرة يساعد يعني. ضربتين اظن ضربة. يا سلام. اول زنزانة خلصناها. هذا القلب. صح يا لينك. حركات يا لينك. اول ميوزيكال انسترومنت. حتى شوف الموسيقى اللي تسمعه في الباك جراوند زي القديم. شوف التشيب تون زي اللعبة القديمة على الجيم بوي. فول مون سلو. سلام. حلو. الكلام الكلاسيكي اللي هو الموسيقى الكلاسيكية. The Ballad of the Windfish. ممتاز. حلو. أخذنا مقطع كبير وحلو. سوامب. أوكي هذه بديك تلميحة للمزنزانة الثانية. سوامب. اوكي نحن a path opens in the blooms. زي ما شفنا لما كنا بنغامر لقينا زي سوامب، ولقينا انه ما يمدينا نعدي غير بباو واو اللي هو الكلب الاكول اللي عند الفيلج. ما حيجي صاحبنا الاول كلمنا. اوكي ما حيجي، بس ما حيجي. طيب كده خلصنا الجزء الاول من The Legend of Zelda Link's Awakening. ان شاء الله يكونوا بسطتوا معنا في الفيديو، و كل سنة طيبين، وعيد وطني عيد وطني وويكند وطني مبارك. وإن شاء الله يكونوا تتحمستوا إنك تجيبوا اللعبة للعشاق وللناس اللي ما لعبوا زلدة قبل كده. هذه أول ساعة من Link's Awakening، ونجيكم إن شاء الله في حلقة جاية. مع السلامة.